السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد واقتراحات جديدة، والشكر دائما لكم على حسن المتابعة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم وصفتين سيجار بحشوة جديدة وسهلة في التحضير، وغادي نشارك معكم إن شاء الله وصفة طبيعية رائعة، وصفة للعناية، روتين للعناية بالجسم سواء بالنسبة للعروس ولكل النساء مهما كانت الأعمار ديالهم. بالنسبة للسيجار كنحتاجو الدجاج، صدر ديال الدجاج اللي مقطع قطع رقيقة جدا كما كتشوفوا، درت 350 غرام تقريبا. وهنايا في المقلاة غادي ندير واحد 5 معالق كبار ديال الزيت البلدية، وغادي نضيف عليهم واحد البصلة كبيرة مشلضة كما كتشوفوا، غادي نشحرهم مزيان. ممكن تعوضوا الدجاج بالكروفات. ضفت هنايا 3 الفصوصة ديال الثوم محكوكين، وغادي نضيف قطع ديال الدجاج. ضفت هنا معلقه صغيره ديال الحامض مصير غير داك اللب ديالو، وغادي نضيف الملح على حسب الذوق ديالكم. غادي نضيف هنا معلقه صغيره ديال القزبر البلدي اللي كيكون مطحون، معلقه صغيره ديال السكنجبير، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر او التحميره، والقليل من البزار اللي كيبغيه، والقليل من الفلفل الاحمر الحار، الحار بطبيعة الحال على حسب الذوق اللي كيبغيه وممكن الاستغناء عليه، غير هو كيضيف واحد البنه للدجاج. غادي نخلي هذاك، غنشحرو مزيان ونخلي هذاك الدجاج يطيب. ملي قرب يطيب ليا الدجاج كنضيف هنايا من لي شامبينيون اللي كيكون طري، قطعتو قطع صغيره كما كتشوفوا، وغادي نخليه يكمل طيب مع الدجاج دغيا كيدوب. صافي تقريبا دابا من بعد 5 دقائق كما كتشوفوا راه طاب الدجاج وطاب لي شامبينيون وتشرب هذاك المراق نشف. غادي نضيف هنايا واحد الكميه من لي زيبينار. لي زيبينار كما كتعرفوا راه دغيا كيذوبوا. من بعد واحد 2 دقائق ضفت هنايا واحد 2 معالق كبار ديال المعدنوس مقطع، قزبر ومعدنوس مقطع، وضفت هنايا واحد الكميه من لافيغ ميسيل اللي سلقتها، درتها في الماء سخون وخليتها 5 دقائق وصفيتها وقطعتها وضفتها على هذا الخليط من بعد ما طاب، وضفت هنايا الزيتون اللي كيبقى اختياري، وضفت واحد القليل من الهريسه اللي كيبغيها، وخلطت هذيك العناصر كامله وخليتها حتى بردات تماما. عاد غادي نديرها في الورقه ديالي. بالنسبه لي انا كنستعمل هذه ديال الشناوه، هي اللي معروفه عندنا هنا وهي اللي كتجي زوينه في البريوات ولا لي سيجار. المهم انا دهنتهم بواحد الخليط ديال الزيت والزبده باش يجيو مقرمشين، لان الا دهنتهم غير بالزبده بوحدها كيجيو مقرمشين، ولكن من بعد دغيا كيرطابو الزيت كيخليهم مقرمشين. المهم انا غادي نشارك معكم واحد السيجار، المهم غير بالنسبه للمبتدئات، دابا راه كلشي كيعرف يطوي السيجار. كنحاولوا نديروا نفس الكميه فيهم كاملين باش يجيو حتى في الحطه كيجيو زوينين. صافي كنلو السيجار ديالنا بحال هكا، وكنحاولوا نسدو هذيك الجوانب ديالو واحد الخليط اللي درتو ديال الطحين وديال الماء، وممكن ديروا حتى البيض ديال البيض حتى هو تلصقوا به هذوك الجوانب. صافي وغنبقى بحال هكا حتى غنكمل الكميه كامله ان شاء الله. دابا الفران انا راه سخنتو على درجه حراره 360 اللي هي 180، وهنا غادي نشارك معكم واحد الشكل اخر ساهل ماهل. اللي ما بغاش يدير مثلا السيجار كديروا هذيك الحشوه الوسط وكديروا على شكل مربع، من اسهل ما يكون، غير الا بغيتو تبدلو الشكل. كيجيو رائعين، كترافقوا بهم الحريره في رمضان ولا الشربات ديالكم روعه. وهنا غادي ندهنهم بواحد الخليط ديال الزيت وديال الحار، الفلفل الاحمر الحار اللي بغاه، والمعدنوس المجفف، والقليل من بودره الثوم. غادي نخلطهم مزيان وغادي ندهن بهم هاد لي سيجار هادو، وغادي ندخلهم ان شاء الله الفران. المهم اللي يبانوا لكم تحمروا ما بين 15 حتى 20 دقيقه، يبانوا لكم تحمروا راه صافي راهم جاهزين، كيجيو روعه مقرمشين. واحد التعليكه ما نعاودش لكم، المذاق رائع. ممكن ترافقوهم بالكاتشاب ولا المايونيز، ولا دير واحد الصلصه ديال غريك يوغورت مع شويه ديال بودره الثوم، شويه الملح، شويه البزار،
وشويه ديال المعدنوس المجفف وترافقوهم مع، انا نسيت ما صورتهاش، درتو مع السيجار تاع هي كتجي بنينه رائعه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها بالصحه والعافيه، وبالاخص في شهر رمضان المبارك ان شاء الله. وما تنساوش راسنا مع الطبخ والشهيوات، ضروري ما نعتنيو بنفوسنا كالعاده. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه، اولا كما كنقولوا بالعاميه ديالنا واحد التبريمه، كاين اللي كيقول لي هذا الكا ديال العروسه اللي صراحه جد رائعه. المهم غادي نحتاجوا هنايا الشوفان، غادي نحتاجوا للروز، الروز العادي، غادي نحتاجوا الورد البلدي، غادي نحتاجوا الحمص. هاد المكونات من افضل حاجه هي توجدوها على يديكم. غادي نحتاجوا الزعفران الحر، وغادي نحتاجوا الترمس. راه هاد المكون هذا راه جد 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 فعال، ضروري هذا ما تحيدوش من هاد الوصفه، لانه رائع في توحيد اللون، وكيحيد حتى داك السواد والكلف اللي كيكون في الجسم كامل. وغادي نحتاجوا الخرقوم البلدي كما كتشوفوا، وبطبيعه الحال الحنه. هذه راه وصفه تقليديه شعبيه كما كتشوفوا. غادي نحتاجوا الحامض، وغادي نحتاجوا واحد الكميه من الحليب. كما قلت لكم هذه الوصفه راها تقليديه شعبيه، فيها عناصر اللي كانت كتستعمل من زمان كما كتعرفوا، وضفت عليها انا عناصر اخرى باش تكون جد جد فعاله وغادي تعجبكم. واخا كتبان لكم هذه العناصر شويه كثيره، ولكن معليش غادي ناخذ واحد شويه ديال الوقت، وغادي نوجد واحد الكميه لا باس بها، نديروها في واحد القريعه ديال الزاج ونسدوها، وكنبقاو وقت ما بغينا نمشيو للحمام كنستعملوها. المهم هذه راه التبريمه رقم واحد بالنسبه للعروسه، وهذه ماشي غير العروسه، ولكن كل امراه خصها تعتبر نفسها عروسه وخصها تعتني بنفسها ضروري اكيد. المهم كناخذ انا واحد الكميه من هذه المكونات كلها، انا خديت هنايا تقريبا جوج معالق صغار من كل مكون، غادي نخلطهم وغادي نديرهم في شي قرعه ديال الزاج، وغادي نحتفظ بهم جانبا وقت ما بغيت نستعملهم كنخلطهم. هذه راه واحد الوصفه رائعه ما تعكسوش عليها، خاصه دابا حنايا مقبلين على فصل الربيع فصل الصيف، وخاصه العرايسات كما قلت لكم، هذه راه ديروها روتين اسبوعي، راها روعه والنتيجه ديالها المهم راه من المكونات كتبان لكم ومكوناتها جد امنه. هذه خلطه رائعه كتوحد اللون ديال البشره كامله ديال الجسم كامل، كتحيد هذاك السواد اللي كيكون عندنا في مناطق الجسم، البقع الداكنه، وكتحيد حتى هذاك الحبوب اللي كيكون في الظهر. المهم روعه، كتحيد هذوك الليطاش اللي كيكونوا في الجسم، وحتى في الوجه ديالنا، غير غادي تحيدوا غير مثلا الحنه. وبالنسبه اللي كيكون عندها هكا حساسيه من الحامض ما تخلطش بالحامض، هذه بالنسبه للوجه، بالنسبه للوجه تحيدوا الحنه، كاين اللي كدير الحنه حتى للوجه ديالها. المهم بصفه عامه تحيدوا الحنه وتحيدوا الحامض، اللي عندها حساسيه من الحامض دير مثلا تخلط بالحليب بوحدو، ولا دير بالماء ديال الخيار ولا الماء ديال المعدنوس باش تكون في الامان، خاصه بالنسبه للعرايسات ما خصهمش، خصهم يردوا البال الاحتياط من هذه المسائل هذه. المهم كما شفتوا انا خديت واحد الكميه، ضفت عليها شويه واحد المعلقه كبيره ديال الحامض، وغادي نبقى نضيف الحليب تدريجيا حتى كيتخلط ليا كيتجانسوا هذوك العناصر، وكيولي عندي واحد الخليط بحال كريم بحال هذا الشكل اللي كتشوفوا. غادي نطبقوها على الجسم ديالنا، يعني أنا احسن فتره اللي تطبقوا فيها هاد الخلطه ولا هاد التبريمه هذه، هي ملي تكونوا في الحمام كتساليوا شغلكم، ولا في الدوش حتى كتساليوا شغلكم، كيكون الجسم ديالكم تعرض للبخار، كيكون مازال فازق، وكتطبقوا هاد الماسك، هذا هو اخر حاجه ديروها، هذه هي احسن فتره بالنسبه لي انا اللي تطبقوا هاد الماسك. وفي الحمام اللي كيكون جاي من بعد، هي فين غادي تشوفوا النتيجه من بعد ما تدخلوا الحمام وتستعملوا الخرقه او الكيس، كل واحد وشنو كان كيقول لي الخرقه ديال الحمام. كما قلت لكم في الحمام المقبل هي اللي كتبان لكم النتيجه واضحه مزيان، لان كاين البنات اللي كيبغيو يطبقوا هذه الوصفه في الاول ديال الحمام، انا كنصحكم تخليوها حتى الاخر، ومع الاستعمال كل حمام كديروها في كتطبقوها هكا مع الاستعمال، راه
نتيجة كتعطي نتيجة جد جد رائعة. والمكونات راه غنية عن تعريف كلها، إلا جيت نهضر على كل مكون في هذا الفيديو راه ما غاديش نسالي ما شاء الله، ومكوناتها جد آمنة ما تخافوش منها. المهم كديروا واحد الكوش غليظة بحال هذا الشكل اللي كتشوفوا على الجسم ديالكم كامل، في كل مناطق الجسم اللي عند كلها، الرجلين اليدين هذيك في الخشونه اللي كتكون عندنا في الركابي، هاد الكوعين، كاع المناطق اللي كيكون فيها الظهر، المهم الجسم كامل حتى كتنشف بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. وكتبداو كتضيفوا الماء بشويه بشويه بحال هكا، تفزقوا بشويه بشويه، وكتبداو كديروا بحال القوماج. هذه راها قوماج وماسك في نفس الوقت، كتبقاو كديروا هكا، تاخذوا وقتكم، كتبقاو كديروا مساج بهذه الطريقه حتى كتحيدوا هذاك الماسك من البشره ديالكم، وغادي تبان لكم بعدا النتيجه في الحال واضحه ووضوح الشمس كما غادي تشوفوا. كما قلت لكم هذه ممكن بالنسبه للعرايسات ديالنا، الله يكمل عليهم الله يفرحهم كل ما تمنوا ان شاء الله. هذا ديروه روتين اسبوعي، واللي مثلا العرس ديالنا قريب راه ممكن ديروه حتى جوج مرات في الاسبوع، راه كتشوفوا العناصر ما تخافوش منها. وشوفوا النتيجه دابا ما بين هاد اليد هذه اللي درت فيها الماسك واليد الاخرى، راه النتيجه كما قلت لكم واضحه وضوح الشمس. مهم من بعد ما تطبقوا هذا الماسك حاولوا الجسم ديالكم ما تنشفوش مزيان، تخليوه شويه مازال فازق بالماء، وكدهنوا ديروا مساج بالزيت اللي كتفضلوا نتوما، سواء زيت ارغان ولا زيت اللوز، كاين العديد من الانواع ديال الزيوت، نتوما كتعرفوا شنو هو النوع ديال الزيت اللي يلائم البشره ديالكم، غديروا به مساج مباشره ملي كتغسلوا من الحمام بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. ما تعكزوش، نوضوا طبقوا الوصفه وان شاء الله غادي تعجبكم النتيجه بزاف. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساونيش من التشجيعات ديالكم، وبارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء ومع العرايسات تاعكم باش يستافدوا معنا. وبغيت نسولكم واش بقاو نديروا بحال هكا فيديو بحال هكا فيه شهيوه ووصفه طبيعيه، او لا نبقى ندير مثلا فيديو مستقل للوصفه الطبيعيه وفيديو مستقل للشهيوات هكا باش ما يجيكمش الفيديو طويل. خليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات اسفل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.